بغداد التراثية، يعني بحكي لك أنا بالنسبة إلي، يعني هسه عمري جاوزت 70، من الصدرية من الطفولة، يعني من مدرسة ابن الجوزي إلى موظف البريد إلى هاي الثانوية الجعفرية، فسوق الصدرية سوق تراثي، يعني مو بس مع الأسف مهمل من قبل الدولة، يعني مهمل هواي تجي حتى سواح يجون من باكستان، من حتى من افغانستان يجون يزورون الشيخ عبد القادر هنا، ودائما يمرون على سوق الصدريه، كانت تكبر عليه شخصيات، وحتى نوري سعيد كان يجي هنا للاسف بس ترك، يعني كانت حتى المنتخبات الرياضيه تقعد هنا بهذه الكازينو الطليعه، فسوق الصدريه يعني مع الأسف راح اندثر بعد. مو هذه القهوة كانت الجازينو، هذه مو اسمها الطليعة، يمكن هاي الطليعة كانوا أكثر رواد الرياضة والمنتخبات العراقية كانوا كلهم يقعدون هنا، ولا يزال قسم بيهم اللي يقعدون القدماء، اللي مات الله يرحمه واللي سافر واللي موجودة لحد الآن هذه منتخبهم هنا. يعني بعد شيء بدي اسولف لك، بس هو للاسف راح اندثر بعد، هذا السوق اندثر يعني صارت، واكثر الماره من هنا اللي يمرون يروحون على سوق الغزل، وعلى يجون يلتقون هنا بهاي المطاعم، مطاعم حلوه ونظيفه بالصدريه، الناس تجي تتبضع من هنا الخضره وغيرها. I'm not going to do it.
طبعا سوق الصدرية من أقدم الأسواق اللي موجودة بسنتر بغداد، فشوف أغلب العالم خاصة بيوم الجمعة تجي، يعني مو بس يعني على مود إنه مثلا تاكل لو تشرب لو تشتري، لا أكو فد ممار مثلا للسوق الغزل، أكو ممار إلى الوثبة والشغلات الرياضية. لو تجي على المطاعم اللي موجودة هنا والكافيهات والقهاوي، وحدة أحسن من الأخرى، يعني من ناحية تقديم الخدمات، الشاي والأكل. يمكن نشوف هسه مطعم الرسول بصف المطاعم بدت ما شاء الله، يعني حتى تصير عليه الحركة أحسن من ما موجود سابقا. ليش؟ يعني عامل الأمان، عامل الجودة اللي بدت شوية، يعني ما شاء الله العالم بدت يعني تقدمها على مود المواطن يجي بعد أكثر. يعني نشوف نحن ورا من كمل الأسواق، شو يسوي اللي مثلا يقعد بهاي القهوة، اللي يقعد هنا، اللي يقعد هنا، وشوية نقضي نهاية اللي قبل فترة الظهر، يعني هم نرتاح ونسولف ونشي همومنا وفد شيء يعني حلو. يعني فشوف دائما الصدرية حقيقة يعني مو مبالغة أكثر سوق بغداد ازدحام، أكثر سوق بغداد ازدحام. والله بالنسبة للأكلات يعني درجة الأولى هسه هنا صارت الكاهي والقمر، بعدين تبقى الأكلات الشعبية والمشاوي اللي موجودة، تمام؟ اي، واكو بعض الاكلات اللي مثلا القديم يعني الباتشا وغير الباتشا، بس هسه لا يعني اكثر شيء حقيقه هو الكاهي والقمر، وتبقى عادينا ادنى ذنيتش يعني هاي بالدرجه الاولى هسه. طبعا هذا الشارع شارع عريق وقديم ومن الآثار البغدادية القديمة، واللي تجي بيه يعني العالم من جميع المحافظات. وإحنا تقريبا كل جمعة يعني نجي هنا بسوق الصدرية، يعني هو السوق متميز بالآثار القديمة البغدادية.
البغدادية والأجواء الحلوة، خاصة يعني نلقى هنا يعني شخصيات من كبار السن من الثقافية، شخصيات يعني هو شارع حلو يعني كلش حلو. ناس من الولادة يعني ناس من كافة المناطق أو شخصيات؟ طبعا أكيد لازم شخصيات يجون هنا، ثقافيين، عندك ممثلين عراقيين، وهذا السوق الصدرية مشهور. سوق الصدرية من الطبة تتذكر بغداد القديمة، تتذكر الماضي، تتذكر الناس الطيبة، تتذكر الأكلة الطيبة، تتذكر الملبس الطيب. صدرية يعني ركن من أركان بغداد العملاقة اللي لها تاريخ عملاق، تحس الناس يعني متجانسة، ماكو هذا هيك يمين ويسار، واحد، الضحكة، الابتسامة، الملاطفة، كلها بالصدرية تجي. وبغداد خصوصا بغداد يمتاز بالأجمان، ريوق الصباح يمتاز بالطرشي، يمتاز بالخضروات. الصدرية مشهورة بالأجمان، بالطرشي، بالقمر، بالكباب، مشهورة الصدرية. هذا الصدرية احنا جايين من مناطق بعيدة في سبيل نجي يوم الجمعة أو يوم سبت للذكر الماضي، نحس احنا بعدنا يعني شنت قبل، نجي ايام زمان، نجي نقعد بالمقاهي نشوف الناس القدماء اللي اقدم من يمنا، نشوف اكو صور قديمة، نقعد شاي يعني عملاق هنا، نجي نحس هنا. والله سوق الصدرية هي مشهورة بعد يعني، خاصة على وجه الصباح يعني. يعني أنا واحد من الناس يعني، أنا أصلي أربيل، نعم، بس من أجي لبغداد يعني أول ما أبدأ أجي للصدرية أتريق بالسبعة بالستة، إن هسه قبل شوي ساعة ونص تجريب باقي له ما شاء الله
الصدرية هي معروفة، عندك الكاي والجيمر ما شاء الله. صدرية يعني أشوفها يعني من أجي أرتاح بصراحة، يعني حتى الناس ناسها باو عليه شيابها قاعدين تسألهم حجي يعني شنو أخبار صدرية، يقول إحنا من ولدنا ونبقى بالصدرية وما نريد نطلع، يعني حالاتها حلو، منظرها حلو، أكو شغلات بي تنباع كلش حلو، أنا بالنسبة لي عاجبني جدا. بس أحسن شيء أحبه يعني الصباحيات، على وجه الصباح من أجي يعني شوف محل مشغل فيروز تقدر تسمع، تقدر بالقهاوي تقعد، كلش حلو حلو يعني. يعني هسه أبسط شيء على أبو الباقلة الصينية مالي بالسرعة، يعني بالسرعة على ما وصل لي سرعة، رحت لأبو الكاي ما لحقت، طلعت والله طلعت ورحت على أبو الباقلة يعني شوية مثل ما يقول أهوى صار، بس ما شاء الله عليهم، بس جدا جدا منطقة راقية وأحبها. سوق الصدرية هذا بغداد سوق عريق قديم كلش جدا قديم وبي أشكال روح الدنيا، شنو اللي ببالك
موجود، وهاي عينك وما تشوف شنو اللي تريده موجود، من تراب من مواد شنو اللي بانك موجود. فسوق الصدرية قديم كلش، وإلى نكهته يعني، من الفواكه من الخضار من الحلويات، أقدم ما يكون هو سوق الصدرية، سوق يعني قديم كلش، والعالم دائما تجي هاي عينك وما تشوف كل شيء موجود فيه. زينة الأسعار يعني هم يعني مو غالية يعني زينة. السوق من يم النهضة تجي، من يم النهضة حدها من باب الشيخ وشارع الشيخ عمار، يعني بالنص هو سنتر المدينة. والله هذا شيء هاي رزق بيد رب العالمين، ما أقدر أحدد لك إياه يعني، لأنه هو هسه واحد بصفه هم يبيع نفس البيع وهذا، بس هي يعني رزق رباني ما أقدر أحدد، الله عالم بهاي الشغلة. طبعاً هو سوق كلش قديم، اعتبار هذا سوق الصدرية شلون بغداد مصغرة، والصدرية مثل ما نقول منطقة شعبية. اي وأهميتها لأن هي صايرة في قلب بغداد، الصدرية في قلب بغداد. اي الصدرية والناس أكثريتها مثل ما نقول كسبة، وهذا السوق هو مثل ما نقول سوق شعبي.
ايه تتقي به العالم وتتسوق به وتتبضع به. ايه هذا سوق الصدرية. ايه هو طبعا هو مثل ما نقول من الاسواق القديمة وسوق تراثي، وطبعا الموقع ما اهميته لان هو واقع في قلب بغداد. هاي البنايات من الاربعينات تقريبا، مطاعم قديمه كلش، منطقه شعبيه وقريب عليها سوق الغزل والشورجه، دائما فاكثر المره منا يجون هم يعني يسوقون بضاعتهم ويجون منا. مطاعم اكلاتها الشعبيه تختلف عن بقيه المناطق، تقريبا مميزه هاي المنطقه قريبه على الشورجه وعلى الكفاح، يجون من كل المناطق، يجون يوم الجمعة أكثر شيء تزدحم هاي المنطقة. هاي المطاعم كلها قديمة، هاي المطاعم تفتح من ليل الغبشة لأن الناس يجونها من غير مكانات، المناطق بعيدة، بالجمعة يكون أكثر ازدحام، أما بقية الأيام تكون أقل يعني، فمتعودين على هاي المكانات، اللي يجي السوق الغزل يمر عليها وغير مكانات يجي، يعني تكثر فيها حتى المطاعم مالتها تختلف. هذا السوق مصدرية من كل المحافظات، العراق يجون بيها، اكو سوق جوا مال قصاصي باي قديمة، نعم هاي بالاربعينات قبل الاربعينات هم، وهاي هنا نفس الشيء، وهنا البلدية محاربين الفقراء، السوق كلهم محاربين، ليش؟ خلي يطوم يساعدهم، يطوم راتب ها؟ خلي يشيلوهم، زين هذول وين يروحون؟ كلهم اصحاب من عوائل هذول، زين ليش هيك يسوون يحاربون؟ يحاربوهم يعني هم ياخذون رواتب قويه ويحاربون الفقير. وهاي هنا بالصدريه هي هاي قصاصي بالسوق قديم، نعم قبل الاربعينات، نعم هاي شهر 18 سنه عمري، نفس هاي السوق القديم جوه
مالك صاصيب ومخضر هنا يبيعون. وشان قبل هاي السيارات بزمان صدام يرحن يجل من هنا لوريات يحملون يروحون للشمال للبصرة للعمارة يروحون، كان ماكو هذا السوق. هذا سوق قديم وتاريخي زين، هي العالم هي تروح للفضيل وللصدرية الباب المعظم، هاي المناطق القديمة الشواكة زين، فكل شيء متوفر بيها زين، فش تريد موجود بيها يعني. باقي المناطق ماكو، رخيصة، أبو الفقير يسموه يجي هنا. تجي لان هو شيء رخيص. هسه لا، هسه ابسط شيء تروح للكراده تلقي الكيلو طماطم ب 1500 لو ب 2 الا ربع، هنا تلقيه ب 3 ارباع. تلقي البصل هناك ب 1000 وربع، هنا تلقيه ب 3 ارباع ب 500. فالعالم تدور شيء رخيص وعالم تعبانه. هذا كان سوق الصدريه، منطقه اللي يسكنها اليهود، وكان هذا الشارع الصدريه كان هذا سايدين، كان تفوت به الأمانة 55 37 19. هسا ماكو بعد سوق الصدرية، مات لا 19 ولا 37 كلهم ماكو. والله اخوي انا من البصره اجي اتسوق، اكو شغلات ما موجوده عندنا هناك، شغلات تازه مثلا اجي اتسوق من عندهم، ها اخذ يعني كل اسبوع اجي اتسوق وهذه واروح. يعني هي سوق قديم وما اعتقد اكو من عده مثلا الباقي ببغداد، يعني حضاره بغداد هو وجمال بغداد هنا تلقى، والشغله هنا لاخذها ما مخشوشه اخوي بغض النظر يعني ما توصلنا المحافظات.
الصدرية سموه على صدر الدين، وجامع صدر الدين جوه في الصدرية، وأقدر أقول لك سوق الصدرية قديم، يعني قديم مو من زمان، من زمان سوق الصدرية هو مثل ما يقول سوق قديم وسوق تراثي في نفس الوقت. زين، والعالم تجي من كل أنحاء العراق، يعني يجون لهنا يتسوقون، وسوق قديم يعني يتميز باللحوم مالته، باللحوم بالخضروات بالحمضيات. زين، وكل يعني أغلبية بغداد تجي منها تتسوق، لأن سوق قديم وسوق مبين، يعني من 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 قالوا بلا هو هذا سوق الصدرية. بداية السوق ابو الكاي يبيع محلات، بس هو كان هذا الاصل كان شارع، هاي كان شارع تطلع بي سيارات، بس هم جو يا يجي فتح بي اخذوه الشارع كله اخذوه هذا، بس سوق الصدريه جوه محلات جوه ما صدريه، بس هذا الشارع هم اخذوه كان شارع عام تطلع بي تجيب لي الوثبه قبل عن نهضه، هاي الشارع هو القهوه اللي يقعد بيها عمو الشال وعمو الاكل، وعندنا تجي عمو الشال على الغدا مثلا يتغدون على القهاوي يقعدون يرتاحون. جماعه على السوق الغزي، او يوم الجمعه على السوق الغزي الناس تجي، وعلى الماشي يجوا ياكلون كاهي والمطاعم يطبون يطلعون. احنا اولا منطقة صدرية، منطقة اجدادنا، كل شيء قديم حلو، كل شيء قديم مرغوب. هسه سوي بيت، البيت القديم احسن من بيت الجديد. يقول هم واحد بك اروح لبيتنا القديم، مو صدرية خبشان حلو، منطقة يتجمع به البشر، شباب
مثل النمل شلون يجون على العش. الصدرية منطقة بغداد الرئيسي، مثلا عندنا صدرية، مثلا كرادة، مثلا كاظم. كاظم الشعبية وين يصير أكثر شيء؟ بالصدرية. ليش يقول الصدرية؟ معناه شنو؟ الصدر، الصدر. العالم تتعنى للصدرية لأن المنطقة شعبية ها ومحبوبة، ناس بسولف وصارت بيها شغلات بالأحداث، مآسي صارت بيها، فالحمد لله والشكر هسه إن شاء الله ماكو شيء بعد، والصدرية حلوة وأي شكال تلقي بيها، شو تريد مسواق بيها، ناس طيبين محبوبين وخدومين، فبعد شو تقول على الصدرية بيها ومنطقة شعبية، شو تريد بيها أكل، طب تدوخ تاكل أشكال. فأغلب الناس يعني يحبون يجون للصدرية. قبل الحياة أحسن من هسه، هسه شوية كلها يعني شوية صعبة، صارت الظروف وغلى شي غلى، يعني قامت التجار تغلي، مثلا هالسبوع يغلون المعجون، أسبوع الآخر يغلون الزيت، وراء لا مندوزي شنو يغلوه، هو لا مندوزي مو يغلوه، فشغلات وايد تمن يغلوه، هاي شنو كلها يعني هالظروف هاي بهالايام هاي تصير بها. فكان قبل ماكو من يقدر يغلي، وكلها على نيتها، ناس طيبه محبوبين، كل الصدريه، مو بس الصدريه، العراق كله. انا طباخ صار لي 50 سنه، فاحنا تعلمنا الطبخ من ابونا الله يرحمه ويرحم والديكم، تعلمنا فاستمرينا بالعمل والحمد لله والشكر، انا واخوتي وعندنا مطعم لاخ بالناصريه.
الله 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 الله